الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا، وشفاء من كل داء وسقم.
اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات،
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله
الله أكبر. 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 الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.